اموت حبيبي يا اللي طالع يا ما ادري ايش اقول لك. واو اخر شيء واو والله ما ادري ايش اقول لكم، بس الواحد اذا انه فاضي فاضي ما في لا طال عمرك سناش بات عندهم رياضي ولا في شيء. اليوم اجازة، اليوم الواحد يوسع صدره ويطلع مع العيلة ويتمشى ونروح. يعني انا زي انا خلصت العيلة من المغرب، تعودت العصر اطلع امشيهم واغديهم واوسع الصدر ولعب العيال وكل شيء، وهذا الحوار زي ما قلت لك. وهذا اخوي الصغير، هذا ملعوز الوالدة وكلها فلوس فلوس كلها فلوس. من ذا ذا يطاطي من ذا ذا لحو يطقون هرم بالحال لهم. بس ملعوز الوالدة وان شاء الله نعذب لكم ونشوف ان شاء الله. الله يهدى، وادعوا لاخوانكم الصغار ان الله يهداهم ويصلحهم ويخلي والديكم يحفظ عيالكم.